السلام عليكم وأهلا بكم. تعالوا النهاردة نتكلم عن المشاريع العظيمة اللي مصر بتنفذها من فترة بخبرات وطنية بالكامل، وبالتالي مصر أصبحت دولة رائدة في النوع ده من المشاريع على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط. هنتكلم النهاردة عن مشاريع بناء الأنفاق، وهناخد مترو أنفاق الخط الرابع كمثال على الكلام ده، بوصفه أحدث مشاريع المترو اللي بتتنفذ حاليا في مصر. بفيديو النهارده مش هنتكلم عن اهميه الخط الرابع او شرح مساره وازاي هيوصلنا لاهم المناطق السياحيه في مصر لاول مره زي الاهرامات والمتحف المصري الكبير، لكن عايزين نتكلم عن نقطه تانية خالص، وهي الخبرات العظيمه اللي عماله تكتسب فيها الشركات المصريه نتيجه تنفيذ المشاريع الضخمه اللي من النوع ده. بنعمل خطوط سكه حديد كهربائيه لربط المواني، بنبني المواني نفسها من اي تو زد، عملنا انفاق وصحارات بتنقل المياه العذبه اسفل قناه السويس عشان تعدي الناحيه التانية، ونزرع سينا بميه النيل لاول مره، وبنعمل انفاق المترو في الخطوط الجديده اللي هنشوفها النهاردة. كل ده بيتنفذ بخبرات شركات وطنية، وكل ده بيضيف لمصر قدرات لوجستية عظيمة. عايز اوري حضراتكم مشروع انفاق الخط الرابع كمثال، ونشوف عدد الشركات الوطنية اللي شغالة في احد المراحل بتاعته. زي ما احنا شايفين هنا شركة بتروجيت، كونكورد، المقاولون، حسن علام وغيرهم. كل دي شركات مقاولات مصرية بتقوم بتنفيذ محطة المترو بالكامل بمرافقها والمسار بتاعها. الناس اللي بتسأل احنا هنستفيد ايه من المشاريع دي، شوف نقطة واحدة بس، وهي عدد الموظفين والعمال اللي بيستفيدوا من المشروع وهو لسه بيتعمل قبل ما يخلص. كل محطة من دول شغال فيها كم عامل، المسار بين كل محطة شغال فيه كم عامل، الموظفين اللي بيتم تعيينهم بعد ما يخلص المشروع قد ايه، ملايين الدولارات اللي بنوفرها من تنفيذ مشاريع بالحجم ده في حالة انه تم تنفيذها من خلال شركات أجنبية قد ايه. موضوع حفر الأنفاق ده مش موضوع سهل أبدا، ده أكتر مشروع مكلف بين كل وسائل النقل الحديثة. وعشان تتخيل حجم المشروع من النوع ده، خلينا أقولك بعض الأرقام عنه. تكلفة حفر النفق لمسافة كيلومتر واحد بتوصل ل 140 مليون دولار. تمن الماكينة الواحدة من نوع تي بي ام اللي بتحفر النفق بتساوي 100 مليون دولار. طبعا ده غير خبرات المهندسين والعمال المصريين، ودي لوحدها ما تتقدرش بتمن. الدول اللي بتمتلك شركات وطنية والماكينات دي وعندها خبرات تنفيذ المشاريع من النوع ده بيتعدوا على الصوابع. فلما تكون مصر دولة رائدة على مستوى منطقتها وقارتها وتقدر تنفذ كل ده بخبرات وطنية، أكيد ده مكسب كبير جدا. تعالوا نشوف فيديو عن قرب من داخل مناطق العمل والأول مرة من داخل ماكينة الحفر نفسها عشان نشوف الملحمة اللي بتتعمل بمترو أنفاق الخط الرابع. بكرة أحلى باللي جاي تفقله خير، بالإرادة والعمل يفرق كتير. احلى باللي جاي تفقله خير، بالإرادة والعمل يفرق كتير. احنا شعب اليأس ده ملاحظ.